تغيير الخطط، الخطط معناها مثلا ناخذ موضوع شارع بورقيبة، نلقاو أنه تم الاعتماد على مفهوم آخر اللي هو تحرير مبادرة الخلايا النائمة باعتماد أشخاص أو أطراف غير معروفين أمنيا، وهذايا معنا من شأنه باش ربما في اعتقادهم أنه باش يعطل ترقب تعقبهم والقبض عليهم. هذايا توجه جديد بقطع النظر على يمكن اعتماده كيف ناخذوا عملية سبيبة ولا فما عملية قتل وعملية احتضار. معناها هناك تغيير في الخطاب.